أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم
وَمَا كَانَ قال هذه
يأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية وما كان وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أتأتون الذكران من العالمين. وتذرون ما خلق لكم ربكم
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال شعيب ألا تتقون إني لكم رسول فاتقوا الله وأطيعون وما أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين
فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لَ